انا دائما احكيها، اكو اعلان قبل لا تعرض تاسس للمسرحيه تروج لها، واكو اعلان ثاني من جسد المسرحيه. شوفن انا الوحيد اصلا اللي قدمت اعلان بي دراما، ومن اقول انا الوحيد افتخر بهذا الشيء، ومو من 2003 لحد الان، حتى اللي قبلها الاعلانات اللي كانت رائجه واللي كبار يتذكروها للمسارح الشعبيه ما كانت بيها دراما نهائيا. الوحيد انا اللي دخلت الدراما من ضمن جنس الاعلان. يعني مثلا مسرحيات قاسم معل السراج ما بيها دراما؟ قاسم معل السراج استاذي وحبيب قلبي، انا ما احكي على المسرحيات ولا قلت اني افضل اللي كتبوا مسرحيات، انا دا احكي على مفرده انت سالتنا عليها اللي هي الاعلان. الاعلان قصدي اللي كان يطلع قبل ويتذكروا حتى قبل 2003 ما كانت فيه دراما، بس المسرحية في جسدها اكو دراما ومسرحيات كبيرة احنا نفتخر انه نتمنى انه نقدم مثلها، مو هاي القضية يعني. بس انا احكي هسه على مفردة الاعلان. لا الاعلان اليوم المزاج اختلف، حضرتك انت من جيل كثير اليوم اللي يحرك الشارع جيل اخر، يحرك الشارع اليوتيوب النت بكل السوشيال ميديا بكل تفاصيله تحرك الشارع، الوعي اختلف، المزاج اختلف، الذائقة اختلفت، احنا نريد نتواصل مع الشباب، نريد نتواصل مع الكل، مع مو بس فقط الشباب، مع عوائلنا الكريمه. شلون تتواصل ويا العائله؟ بما اقدمه. بما شو تقدم؟ لا 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 اقدم مسرحيات كبيره.